الأستاذ أكرم خميس الكاتب والباحث السياسي ينضم إلينا هاتفيا للتعليق حول هذه الأنباء المتعلقة بشأن التركي. أستاذ أكرم أرحب بك على إكسترا نيوز. زعيم المعارضة التركي من حزب الشعب الجمهوري أوغلو أو كليكدار أوغلو يقول أو يعترض على المادة 104 من الدستور التركي ويقول أن أردوغان ليس رئيس. أيضا حزب الشعوب الديمقراطية الكردية في تركيا ربما يعارض بشكل واضح أردوغان والنظام التركي ويقول أن النظام التركي يستهدف المكون الكردي في هذه الدولة المفترض أن تكون متنوعة الأعراق ومتنوعة التكوينات الاجتماعية. يوما بعد يوم يزداد أو تزداد المعارضة للنظام التركي. كيف تقيم وكيف تقرأ الوضع الداخلي في تركيا في ظل سطوة ونظام رجب طيب أردوغان؟ وقع الحال أنه أزمة أردوغان هي التي تزداد وضوحا مع التطورات التي تحدث منذ هزيمة حزبه وهزيمة مرشحه اللي كان رئيس حكومة في انتخابات اسطنبول أمام أكرم أوغلو. الأهم من ذلك أنه اليوم هو يوم ذكرى تأسيس الجمهورية التركية. وأعتقد أنها لحظة مفصلية أن الناس تذكر أنفسها بتركيا بالقيم اللي قامت عليها الدولة التركية والأسس اللي قام عليها النظام السياسي إلى حد بعيد تم التخلي عنها، تم تحويل النظام من نظام برلماني حكومي إلى نظام رئاسي يسيطر عليه شخص واحد. المؤسسة العسكرية بدأت تفقد دورها التاريخي في المجتمع التركي على مستوى الاقتصاد في أزمات متعددة ومتجددة أيضا وتتراكم مع الوقت. فاللحظة لحظة مهمة جدا بالنسبة للشعب التركي أن يراجع نفسه وأن يطلق أجراس الإنذار في يوم قيام الدولة التركية. هذا من جانب. من جانب آخر واضح تماما انه الرئيس التركي يحاول ان يصدر ازمته الداخليه بافتعال ازمات خارجيه واستظهار بطولات في ساحات اخرى غير الساحه التركيه التي وعد بان يكون صاحب انجازات عظيمه فيها. المؤشر الواضح امامي من الناحيه التحليليه انه النظام غير قادر على حل حاله الازمه الداخليه التي تتفاقم يوم بعد الاخر السياسيه والاقتصاديه. السياسية والاقتصادية نعم. وأنا أضيف كمان أن في أزمة ثقافية في تركيا في الوقت الراهن لأنه في حالة من حالات التشوش لدى الأتراك، هل يريدون أن يكونوا مع العالم الغربي المتحضر في تقديرهم أم مع الشرق؟ أردوغان نفسه عنده هذه الحيرة عشان كده بتكون عنده محاولات للتقرب من أوروبا وفي نفس الآن عنده محاولات لابتزاز. وربما ما يبرز هذا التناقض أيضا أستاذ أكرم عندما يتحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هو يقف ويتحدث من ذات أيديولوجيا محافظة أو إسلامية محافظة أو تتبع جماعة الإخوان الإرهابية وفي خلفية الصورة نرى صورة كمال أتاتورك الذي بنى تركيا العلمانية. هذا التشويش هو في الشكل أيضا وليس فقط في المضمون. نعم في السرد الإخواني في عمومه، السرد الإخواني في عمومه قائم على عداء مصطفى كمال أتاتورك. نعم. لكن لابد أن أضيف لحضرتك أنه يعني هذه الأيديولوجيا هي أيديولوجيا نفعية انتهازية بتحاول دايما استغلال الظروف. فإذا كان وجود مصطفى كمال أتاتورك بصورته هو نفسه بيروح يزور ضريح مصطفى كمال. نعم. أتاتورك فعلا. ليس لديه مانع. المسألة مسألة كيف أصل إلى السلطة وأحافظ عليها. فإذا كان القبول بوجود كمال أتاتورك ولو مؤقتا على الجدران وفي التقدير العام سيفعله مع الوقت. أعتقد أن الرهان الموجود عند أردوغان أن تكون صورته هو مكان صورة كمال أتاتورك لاحقا، لأنه في تصوره أنه هو بيصنع مرحلة جديدة في التاريخ التركي يعيد بها ما يتصوره أمجاد للدولة العثمانية على الأقل في منطقة المشرق. لكنه في كل الأحوال أردوغان عنده أزمة حتى في محيطه الخاص. داود أغلو أوشك أن ينتهي من إعداد أو من تجهيز وإعلان حزبه اللي هيكون أنا في تقديري ضربة للتيار صاحب هذا التوجه بشكل أو بآخر. من الجهة الأخرى الأحزاب حزب الشعب الجمهوري اللي هو وريث مصطفى كمال أتاتورك، حزب الشعوب الديمقراطي اللي هو ممثل للأكراد ونسبتهم ليست قليلة، حزب حتى الحزب القومي حزب الحركة القومية هو الآخر لديه تحفظات على إجراءات يتخذها أردوغان. داخل الدوائر الضيقة في حزب العدالة والتنمية هناك أزمات حقيقية. أردوغان يحاول أن يخفي كل هذه الأزمات بالخطابات التي نسمعها بمحاولة ادعاء البطولة ببعض الساحات، بالملاسنات مع الدول الأخرى، بالتحريض على الدول الأخرى، بقيادة مشروع وواقع الحال تركيا نفسها نضلت سنوات للتخلص منه
يعني في نهاية الدولة العثمانية تركيا، الشعب التركي هو الذي تخلص من الدولة العثمانية وليس أحد آخر، هو يحاول إعادتها بأزماتها بتناقضاتها بأيديولوجيتها اللي هي تتماس وتتقاطع مع أيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين. نعم. المسار، لكن أيضا يعني أنت تحدثت عن أن أحمد داود أوغلو وزير الخارجية السابق ربما يؤسس حزب حاليا، لكن البعض يقول أنه لا يجب أن نراهن على أحزاب ذات مرجعية إسلامية أو إخوانية بالأحرى. وفي تركيا ذاتها كانت لديها تجربة عندما تم تأسيس أحزاب إسلامية سابقة وتم الانشقاق عن هذه الأحزاب، يعني كان هناك حزب السلامة ومن ثم حزب الرفاه ومن ثم حزب الفضيلة ومن ثم حزب العدالة والتنمية، وبالتالي لا ينبغي أو لا يجب الاعتماد أو الرهان على أحزاب إسلامية أخرى من ذات الأيديولوجية السياسية في النهاية. صحيح كلام حضرتك، انا ضربت المثل بالحزب الجديد كمؤشر من مؤشرات الازمه في الدائره اللي يفترض تكون مؤيده بفطرتها. نعم. عندما يستقيل احمد داود اوغلو هو مؤسس السياسه الخارجيه صفر مشكلات لتركيا، فبالتالي يعني تبعث دلائل معينه، عندما يستقيل الاب الروحي للاقتصاد التركي علي باباجان بالتاكيد ذلك له دلاله معينه، عندما يعارضه عبد الله جولا الرئيس التركي الاسبق بالتاكيد يعني كل ذلك له مؤشرات عديده فيما يتعلق بالدخل التركي. صحيح صحيح تمام، خصوصا عبد الله جول باعتباره الرفيق الاول في تاسيس الحزب. اضيف للي حضرتك تفضلت بيه انه ان يكون في خندق مضاد لفتح الله جولن اللي هو حليفه الذي قدمه للعالم واستفاد اردوغان وحزبه من حركه الخدمه، ان يكون في خندق مضاد له معناها انه في قمه ازمته. نعم. حتى نجم الدين اربكان، يعني حتى نجم الدين اربكان الذي هو يعد استاذ من اساتذه الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان والذي كان راس احزاب اسلاميه عتيده في تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، هو يعني في وقت من الاوقات هو انتقد اردوغان وانتقد سياسات اردوغان بعدما انقلب عليه اردوغان. صحيح صحيح، كمان خليني اضيف لحضرتك انه ان تكون الازمه في داخل الدائره الضيقه معناها انه كلما يزداد الضغط من الخارج فالامور بتكون سهله، الرهان ليس على احزاب بعينها وانما الرهان على مسار الازمه بذاته. نحن نرى عوامل موضوعيه تعمق الازمه القائمه بالفعل، ومن ثم سيكون من تجلياتها مظاهرات، سيكون من تجلياتها صدامات ما بين النظام وما بين معارضيه، سيكون من تجلياتها ان يقول زعيم المعارضه انه اردوغان ليس رئيسه، كل هذه تجليات لازمه متجذره في الارض فقط تتفاعل وتحيط باردوغان من كل الجوانب. مشكلته الرئيسية أنه يكابر في مواجهة الأزمات، يكابر في التعامل مع الأزمات، يتصور كما يتصور كل أصحاب هذا الاتجاه أن لديهم الحل النهائي والمطلق، ولا يتجاوبون مع نداءات الشارع ولا مع الجماهير ولا يقرؤون حتى الخريطة كما هي في الواقع، إنما يقرؤوها كما يريدون أن يقرؤوها، ومن ثم يبدو ما يحدث في سوريا على سبيل المثال عملية بطولية وعملية إنسانية وعملية إنقاذ للعالم من الإرهاب الكردي، في حين إن هو عملية دفع للمدنيين والأبرياء، عملية تطهير عرقي هو لا يراها كذلك. كذلك ما يحدث مع الأكراد في ديار بكر في جنوب تركيا هو يرى إنقاذ للدولة التركية، وهو في واقع الحال انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. ما يفعله مع أكثر من 100,000 موظف وعسكريين داخل الجيش ويتم اعتقالهم بحجة مشاركتهم في الانقلاب، إذا كان هذا العدد كان متورطا في الانقلاب فمعناها أنه يعني لابد أن ترحل، إذا كل هذا العدد تورط في انقلاب فأنت في أزمة عصية جدا وعليك أن تتفاعل معها بقراءة عقلانية. طيب. وتنظر إلى الشعب. نعم. طيب أستاذ أكرم، دائما في الدول النامية أو الدول التي كانت نامية وأصبحت أكثر تقدما وتطورا اقتصاديا على الأقل لتركيا، ما تكون السياسة ليست في مقدمة العوامل التي يراهن عليها الشعب أو التي يهتم بها المجتمع بشكل رئيسي وبشكل حقيقي، بينما يكون الاقتصاد هو في ذات الأولوية أو في أهم أولويات المجتمع والشعب والشارع التركي على سبيل المثال. هل ترى أن الوضع الاقتصادي المتردي حاليا في تركيا هو ما يدفع الشعب التركي والمجتمع التركي إلى معارضة سياسات رجب طيب أردوغان بدلا من الحديث في الشق السياسي والتحالفات الحزبية والأحزاب السياسية في تركيا؟ هو أحد العوامل بالتأكيد، ربما يكون العامل رقم واحد لو بنضع أجندة للعوامل التي تؤثر في الوضع الداخلي في تركيا.
لكن لا ننكر مساله الاكراد على سبيل المثال، التعامل مع الاقليات ليست لها علاقه مباشره بالجانب الاقتصادي، وان كان الاكراد هيكونوا من اكثر المتاثرين بالتردي الاقتصادي في تركيا، مساله هروب المستثمرين من البلد، مساله الخسائر الباهظه اللي بيتكلفها بتدخلاته العسكريه وتدخلاته غير العسكريه ببلدان اخرى، كلها تؤثر في البعد الاقتصادي. الشعب التركي في مرحلة الطفرة الخدمية خلينا نسميها اللي حققها حزب أردوغان في السنوات الماضية قبل أن ينقلب عليها، بالضبط بالضبط، كأنه بالضبط وصل لمرحلة تشبع والكيرف عاد للخلف مرة أخرى، فبدأ الأثر يزداد. ده الجانب الاقتصادي مهم بالتأكيد، لكن مسعى أردوغان لشخصنة النظام السياسي، لصناعة سلطنة وليس جمهورية، مسعى أردوغان لتهميش المعارضين وعدم الاستماع ليهم وعدم إشراكهم، مسعى أردوغان للتعامل مع بعض الفئات داخل المجتمع بشيء من التعالي باعتباره يعني يملك حقيقة مطلقة، كل ذلك يثير لدى الناس كثير من الحنق تجاهه، كثير من المعارضة تجاهه. مسألة المعاقبات الشاملة للمتهمين المزعومين في محاولة الانقلاب. نعم، وربما المواطن التركي يسأل نفسه لماذا يستعدي أردوغان كافة القوى الكبرى سواء في البعيدة حتى عن تركيا كالولايات المتحدة والقريبة منه كالاتحاد الأوروبي والدول العربية، لماذا يستعدي كل هذه الدول؟ ما العائد على المواطن التركي عندما يضع كل هؤلاء الدول أو كل هذه الدول في موضع العدو ويتعامل معها من منطق العدو؟ على كل، الأستاذ أكرم خميس الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.